السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. مرحبا بكم وإلى العناوين. اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقر إنشاء مدارس عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي ومدرسة عليا متخصصة في تكوين مختصين في تعليم الصم البكم. ورئيس الجمهورية يؤكد ضرورة محاربة الغش في نشاط وكلاء السيارات. العلاقات الثنائية بين الجزائر وليبيا وسبل تعزيزها وبحث مسار تسوية الأزمة الليبية محور لقاءات وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية مع كبار المسؤولين في ليبيا. انطلاق فعاليات شهر التراث الثقافي والرهان على تحقيق الإنعاش الاقتصادي كمورد للثروة. كاميرا التلفزيون تأخذنا إلى رواق بايا بقصر الثقافة، فضاء للخط العربي والزخرفة والمنمنمات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، أقر الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إنشاء مدارس عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي ومدرسة عليا متخصصة في تكوين مختصين في تعليم الصم البكم. كما درس المجلس وصادق على عروض مشاريع شملت قطاعات الصناعة والبحث العلمي. عودة إلى تفاصيل الاجتماع مع دلال بطبة. أهمية قصوى أولها مجلس الوزراء للتحصيل العلمي الناجع بكل مستوياته وفئاته بقرارات فورية من السيد الرئيس، في واجهتها إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد ومنحها كل التحفيزات اللازمة لرفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماج خريجيها في عالم الشغل وتأطيرهم قانونيا لمحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة، إلى جانب خلق مدن علمية جديدة تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن تعيد الاعتبار لتكوين النخبة. وإلى جانب دورها التكويني، رئيس الجمهورية يشدد أيضا على دور المدارس العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب كما عهد عن الجامعة الجزائرية، وعلى ضرورة التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المقبل، وإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة بالشراكة مع المؤسسات الناشئة والتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. أما بخصوص العرض المتعلق باستحداث بكالوريا الفنون، فقد أبرز السيد الرئيس الدور المنتظر للثقافة والفنون في تجسيد مشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تقوية التربية الفنية في الوسط التربوي وتوجيه المواهب. ملف نشاط وكلاء المركبات الجديدة على طاولة الاجتماع، حيث ألح السيد الرئيس على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط، مع ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة، وألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتر، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد، إلى جانب تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية
على أن يتم التقليص لأدنى حد لاستيراد سيارات الديزل. اجتماع مجلس الوزراء اختتم بموافقة رئيس الجمهورية على تكريس يوم 27 مايو تاريخ إعدام الشهيد محمد بوراس يوما وطنيا للكشافة الإسلامية، محافظة على الذاكرة الوطنية وتعبيرا على إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة. في التعاون استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بالعاصمة الليبية طرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. اللقاء سمح ببحث وتقييم العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة وبحث آفاق عمليات التسوية السياسية للأزمة الليبية. وخلال اللقاء ثمن محمد المنفي دور الجزائر في أمن واستقرار ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما التقى بقدوم وبلجود مرفوقين بوفد رفيع المستوى مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي. كما استقبل بلجود وبوقادوم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة. اللقاء سمح باستعراض الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة. كما تحدث الوفد الجزائري بقيادة وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، تحدث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري. هذا ومن المرتقب أن يلتقي بقدوم نظيرته الليبية نجلة المنقوش. تنمويا الآن، أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية مكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد من ولاية البليدة، أكد أن دولتها قضت مراحل متقدمة في إنجاز المشاريع بمناطق الظل بالولاية. كريمة لشمط والمزيد. بين صور الأمس واليوم ملامح التغيير تتضح بكل من سيدي الكبير مرمان وبن خليل بولاية البليدة. خدمنا قدروا تريطوارات الكليراج الغاز الماء، انا بقات لي في المشكل تاع التريسيتي. واستاذ خدمه لنا الله يبارك، انا نلعبوا فيه كل يوم، حنا نقراو تحت اما كاش ترونسبور كاين كارتر وهنا بصح القدروا مازال ما داروهناش. وبين رضا الساكنة عن واقع الحال من عدمه، معادلة عيش كريم للمواطن تكفلها متابعة ورصد مع إيجاد حلول لانشغالاته. ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها البليدة وخاصة في السنة الماضية، إلا أنها لم تنسى هذا الملف الأساسي، هذا الملف الذي اعتمد عليه السيد الرئيس، وتم حصر إذا أكثر من 359 على ما أعتقد منطقة ظل، أعتبرها منطقة ظل، وتم إحصاء كل المشاكل التي بها، والحمد لله تمت تغطيتها ماليا كليا، كل العمليات تم تغطيتها ماليا. هذا الشيء هذا ما وجدناش إلا في ولاية البليدة. تبقى هنا وهناك بعض من المشاكل العالقة، راهي الحمد لله العملية متواصلة. عمل ميداني متواصل يرافقه حس مدني لساكنة مناطق الظل بالولاية تفاهما لأولويات الحاجات بها. هذا واستفادت حسيم سعود خلال الصيف الماضية من مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء بهدف تحسين الخدمة وضمان التزويد بالكهرباء. سهيل بندنيا. تعتبر محطة إنتاج الكهرباء حسيم سعود شمال ثلاثة من أكبر المحطات الطاقوية بطاقة إنتاج 660 ميجاوات، تسهم في إمداد الشبكة الوطنية للكهرباء بجاهزية تامة وتسمح بتحسين الخدمة بولاية ورقلة. كل الترتيبات اللازمة والمجهودات اللي قاموا بها الفرق وفروع مجمع صون الغاز نظن اليوم تأكد على جاهزيتها في على جميع الميادين، وسنة بعد سنة في هذا المنطقة بالذات نوعية الخدمة تتحسن تدريجيا. كانت تعاني ببعض النقائص في السابق، اليوم الآن تداركت بفضل الإنجازات، بفضل
من مرافقة كذلك السلطات المحلية. واستفادت الولاية من مشاريع جديدة أهمها محطة تحويل الكهرباء ورقلة شرق، كما توسعت شبكة الربط لإيصالها إلى المناطق الصناعية، وكذا بعض المستثمرات في إطار مشاريع الكهرباء الفلاحية. استفدنا من عملية الربط بشبكة الكهرباء على مسافة 4 كيلومتر، فالحمد لله الدولة عاونتنا يعني بجزء، وإحنا راحين نكمل إن شاء الله بجزء، ونتمنى إن شاء الله تتوسع عملية الربط المحيطات الفلاحية بولاية ورقلة. ويراهن مجمع صنع الغاز على تحسين الخدمة العمومية تحسبا لصائفة 2021 بعد استلام مركبات جديدة لدعم إنتاج الكهرباء عبر الوطن. في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة، قام وزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري بتدشين برج المراقبة الجديد بمطار محمد بوضياف، كما تفقد وعاين عددا من المشاريع التابعة للقطاع. المزيد مع عمر طبال. يشهد تراموي قسنطينة توسعة للخط من محطة زواغ سليمان إلى جامعة عبد الحميد مهري بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي يقطنها حوالي نصف مليون ساكن كانوا يواجهون صعوبة في التنقل منها وإليها. الشطر الأول من التوسعة دخل حيز الخدمة في انتظار الشطر الثاني الذي بلغ مرحلة التجارب الأولية. رحمة ربي كيما حنايا ونسكنوا هنا بعد كنا كنبغاو نروحوا ثاني نوصلوا للباب الباب. الحقيقة يعني حالنا أزمة، كنا مأزومين في الهبطة للبلاد. وزير الأشغال العمومية والنقل في زيارته إلى ولاية قسنطينة دشن البرج الجديد بمطار محمد بوضياف، كما استمع إلى عرض حول توسعة خط التراموي، كما وقف على مدى تقدم الأشغال بنفق الطريق السيار شرق غرب، والاطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز ربط الطريق الوطني رقم 3 بزيغود يوسف بالطريق السيار على مسافة 10 كيلومتر. إضافة 3.5 كيلومتر لهذا خط التراموي بالنسبة لقسنطينة، مبروك على قسنطينة، مبروك على أهل قسنطينة، ومبروك أيضا خاصة على طلبة قسنطينة، لأن الخط الإضافي سيسمح بربط كل الجامعات وكل يعني الأحياء الجامعية. تحت شعار التثمين الاقتصادي للتراث الثقافي لعام 2021، انطلقت فعاليات شهر التراث ضمن توجه الحكومة الرامي لاستغلال التراث الثقافي لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بالجزائر العاصمة. المتابعة لوهبة هوام. ولأن الاستغلال الأمثل للتراث الثقافي هو الموروث الحقيقي للثروة، كان لابد من تثمين الاقتصاد الوطني للموروث الثقافي. كملوا الدراسة، يحولون الدراسة لنا احنا، والغلاف المالي احنا ديك الساعة نديروا الأشغال. كل مؤسسة بناء تاع المؤسسة تاعهم، كل دار من طرف الولاية. صوت دانتربريتاسيون يندار هنا، مام التصوير السينمائي يندار هنايا بلي جيب. لابد أن يكون التراث الثقافي قوة اقتصادية، لهذا شعار هذه السنة لشهر التراث هو في الاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي من خلال استراتيجية متكاملة أساسها أولا العمل على فتح الكثير من هذه المواقع الأثرية على الاستغلال وعلى رجال الأعمال، طبعا من خلال دفاتر شروط مضبوطة. سجن سركاجي الذي تتواصل جهود تهيئته لتحويله إلى متحف للذاكرة هو مسعى الحكومة الرامي لاستغلال الموروث الحضاري بأبعاد اقتصادية. بعد البيان الأخير الصادر من قبل المديرية العامة لبريد الجزائر، عاد عمال القطاع إلى العمل تدريجيا بعد إضراب دام لأيام. المزيد مع عبد الرزاق رمضان الذي زار مركزي المحمدية وحسين داي وعاد إلينا، بالتالي نتابع. بعد أسبوع من التذبذب بين الإضراب وتقديم أدنى الخدمات، العمل بمراكز البريد يعود تدريجيا. بارابور شحال عندهم ما خدموش، كاين الغاشي بزاف، مي مشات تري 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 بيان. باش تشري التمبر دير لاشان ساعتين، تروح باش تخلص موندات دير ساعتين، أنا جيت باش تخلص موندان في ساعتين. والناس مساكنة تشوف فيهم كيفاش راهم حابسين، دوك عندي واحد ساعة ولا زوج سوايع وأنا نايل لهنايا دوك. أنا عندي 373، دروك أنا الخمسة تاع العشية ما نخلصش. هم كاين 16 نقيشي، كاين 3 ولا 4 يخدموا، انا من الصباح انا ما نعرف هما يبان لك يسكروا على 3،
وبالك ما يوصلناش تور. تغليب لغة الحوار والحكمة بالإصغاء لمطالب العمال وتفهم مشاكلهم عجل بعودة الأمور إلى نصابها. عندنا قريب 4-5 أيام ما خدمناش، دونك المواطن كما في احتياجات تاعو لابد اللبي والاحتياجات تاعو، ولكن ظروف نقدر نقول لك راهي عادية تماما. بعد البيان اللي صدرته المديرة العامة نهار السبت على الساعة 4 العمال سأنفوا العمل تاعهم 100%. ضمان باستمرارية الخدمات البريدية خاصة في هذا الشهر الذي يعرف بإقبال المواطنين لسحب رواتبهم، فكان لزاما وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. إلى مستجدات الوضعية الوبائية، حيث سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 117 مصابا للشفاء حسب ما أعلن عنه بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أشرف مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني على تنصيب رئيس أمن ولاية تجرت العميد أول مرزاق توامي بحضور السلطات المحلية والمفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي. كما تم بولاية ولاد جلال تنصيب العميد أول للشرطة الهاشمي أحمد رئيسا لأمن الولاية بحضور السلطات المحلية للولاية. أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلال غويني من ولاية معسكر أن حزبه سيكون حاضرا بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة لإكمال الإصلاح السياسي، داعيا إلى تجديد المجالس المنتخبة بأحقية مشاركة كل الأحزاب والمجتمع المدني، وهذا من أجل بناء جزائر جديدة. رسالة الإعلامية من ولاية معسكر هي أننا ونحن نعقد مجالس الحركة الجهوية ونحن نضع الرتوشات الأخيرة على قوائمنا، قوائم مرشحي الحركة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني اللي فيها من الرجال والنساء، من الكفاءات، من الإطارات، من الوطنيين الخلص اللي حابين يخدموا الشعب نتاعهم، حابين يخدموا الجزائر، حابين يخدموا الجزائريين. أعلن الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عيشة خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة أن الحركة استطاعت أن تحقق الشروط القانونية في أكثر من 23 ولاية، وأن كل الترتيبات جارية للمشاركة في التشريعيات القادمة، مؤكدا على ضرورة إنجاح المعترك الانتخابي. إنجاح هذا المعترك الانتخابي الهام الذي نأمل أن يكون رهانا حقيقيا لبناء الثقة وإعادة الاعتبار للعملية السياسية التي مؤشرها هو المشاركة القوية للمواطنين في اختيار من يمثلهم وتجسيد إرادتهم من خلال المؤسسات المنتخبة. الحركة تعلن بأنها استطاعت أن تحقق الشروط القانونية لدخول هذا المعترك. بهدف ترقية اللغة الأمازيغية، وقع المدير العام للإذاعة الوطنية والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية اتفاقية تتضمن تكوين صحفيي الإذاعة في اللغة الأمازيغية إلى جانب ترقية البرامج التي تبث بالأمازيغية، وكذا توسيع المساحة المخصصة لها. التحدي اللي يفرض علينا هو أن نعزز الانتماء والولاء للوطن من خلال توظيف اللغة الأمازيغية اللي تتكلم عن قيم المجتمع، تتكلم عن الوحدة الوطنية، وخاصة في الشريط الحدودي في محطة الثورة، في بشار، في إليزي، في تبسة إلى آخره. بالإضافة إلى أننا نسعى إلى رسم برنامج تكويني مهم جدا تسهر على ترتيبه أو ترتيب تفاصيله المحافظة السامية للأمازيغية، ويوجه
للصحفيين والصحفيات في الإذاعة الجزائرية، ولما لا قد يفتح أو قد تبادر الإذاعة الوطنية إلى فتح هذه الدورات التكوينية إلى وسائل إعلام أخرى. شيع اليوم بمقبرة جريدي بالقبة جثمان الفقيدة الفنانة ومطربة الطبع البدوي والمنوعات نعيمة عبابسة التي وفتها المنية أمس عن عمر نهز 53 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وإثر هذا المصاب تقدمت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة بتعازيها الخالصة إلى عائلة الفقيدة والأسرة الفنية، راجية من المولى تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. رحمها الله. دانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس قرية غاي غورو بمنطقة تيلابيري بالنيجر، والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى. وإذ تعرب الجزائر عن خالص تعازيها لعائلة الضحايا، فإنها تؤكد عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب النيجيري الشقيق. في مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، دهم الاحتلال المغربي منازل عدة مناضلات صحراويات، من بينهن المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا التي لا تزال تحت الحصار لما يزيد عن 5 أشهر، واعتدى بالضرب على أخريات في المستشفى المركزي بمدينة بوجدور بالأراضي الصحراوية المحتلة. هذا ونددت الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي بالجرائم الخطيرة التي تواصل قوات الاحتلال المغربي ارتكابها في حق المدنيين الصحراويين. وفي النيجر قتل 19 مدنيا إثر هجوم شنه مسلحون على قرية غوكورو في منطقة تيلابيري غرب البلاد. هذا وقد ازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام في النيجر، حيث قتل أكثر من 300 شخص في 3 موجات من الهجمات على قرى ومخيمات غرب البلاد عند الحدود مع مالي. في مستجدات ملف كورونا حول العالم، فرضت الهند إغلاقا كاملا في العاصمة نيودلهي لمدة 6 أيام للحد من انتشار الوباء، حيث سجلت البلاد أكثر من 273 ألف إصابة يوميا ليصل العدد الإجمالي إلى 15 مليونا. من جانبها تشهد كوبا موجة جديدة من الإصابات أجبرت السلطات على إعادة إغلاق العديد من الأماكن العامة وفرض القيود على التنقل، فيما أرسلت كندا مساعدات طبية إلى مقاطعة أونتاريو للسيطرة على الجائحة بعد وصول عدد الإصابات إلى مستويات مخيفة. ختاما، وضمن فعاليات شهر التراث، احتضن رواق بايا بقصر ثقافة مفدي زكريا بالعاصمة معرضا للخط العربي والزخرفة والمنمنمات. زيارة مع ملك عويشة. بين الرمز اللغوي والتشكيل الجمالي تبرز عبقرية الخط العربي، عبقرية تعكس روافد حضارة إشعاعها فن الزخرفة والمنمنمات. تعتبر الزخرفة الإسلامية هي لباس للخط، فلهذا نلاحظ كثير من اللوحات هنا مزخرفة على مدارس عربية وفارسية وتركية. المعرض هذا يتناول تقريبا كل أنواع الخطوط بأنواعها الرئيسية والثانوية، كذلك نمطي الخط، يعني النمط الأكاديمي كهذه اللوحات اللي راكم تشوفوها، والنمط الحروفي. المدرسة الأكاديمية من بين ميزاتها أنهم يجمعوا بين الجمال، جمال الحرف، جمال التشكيلي لحرف، وجمال المعنى. أما المدرسة الحروفية هما يستغلوا الحرف العربي، الحرف كوحدة جمالية. السفر في فنون الحضارة الإسلامية عبر الأزمنة إلى غاية 3 مايو المقبل. ختام نشرتنا، وهذا الآن تذكير بالعناوين. اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يقر إنشاء مدارس عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي ومدرسة عليا متخصصة في تكوين مختصين في تعليم الصم البكم.
ورئيس الجمهورية يؤكد ضرورة محاربة الغش في نشاط وكلاء السيارات. العلاقات الثنائية بين الجزائر وليبيا وسبل تعزيزها وبحث مسار تسوية الأزمة الليبية محور لقاءات وزير شؤون الخارجية ووزير الداخلية مع كبار المسؤولين في ليبيا. انطلاق فعاليات شهر التراث الثقافي والرهان على تحقيق الإنعاش الاقتصادي كمورد للثروة. وكاميرا التلفزيون تأخذ نيلة رواق باية بقصر الثقافة، فضاء للخط العربي والزخرفة والمنمنمات. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. صحفتكم وإلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، صحفتكم. السلام عليكم ورحمة الله.